في العشرينات ناس القصبة كانوا يحبوا الموسيقى الأندلسية اللي كان عندها قواعدها وشيوخها ومدارسها. بصح في المحششات الشعبية كانوا كاينين فنانين يلعبوا هاد الموسيقى بطريقة واحدة أخرى، يستعملوا فيها البونجو، الدربوكا والجنيبري، هاد الآلة الموسيقية الخاصة بشمال إفريقيا. هاد الألحان الجدد بداو يولوا معروفين ويتجلبوا في الغاشي. بصح ناس الموسيقى الأندلسية ما كانش تعجبهم هاد البدعة. في الأول كانوا الموسيقيين يغنيوا في المدح الديني. الشيخ الناظور وتلميذه الحاج محمد العنقة كانوا معروفين كمدحين كبار تاع العاصمة، بجانب فنانين واحد أخرين كما قويدر بن اسماعيل، سعيد درار ومصطفى دريوش. وكي توفى الشيخ الناظور، الحاج محمد العنقة اللي كان في عمره 19 عام كمل يحيي الحفلات العائلية في بلاصة أستاذه. وبدا هكذا محمد العنقة يدخل في اللقطات الجدد تاوعو في العرس والفرح. بالعقل بالعقل، هذا النوع الجديد تاع الموسيقى ولا يتلعب في كامل القهاوي الشعبية تاع القصبة، خاصة في سهرات رمضان، وين الفنانين بداو تاني يدخلوا في القصايد تاع الملحون المغربي اللي كان في نصوص تاع المدح الديني وتاني بزاف حكايات الحب. وهكذا تغيير النصوص والطابع والآلات الموسيقية ظهر هذا الفن الجديد اللي سماوه الشعبي. من العام العام زاد التطور الشعبي مع فنانين جدد كما المؤلف محبوب صفار باتي اللي كتب بزاف قصايد ما بين الستينات والسبعينات، واللي غناوهم وتعرفوا بهم فنانين كبار كما عمر الزاهي، الحاج الهاشمي قروابي، وبو جمعة العنقيس، بلا ما نساو دحمان الحراشي اللي جاب للشعبي بزاف من الألحان الجدد. وهكذا الشعبي واللي يمثل روح العاصمة، وهذوك الوقت تاع بكري اللي كانوا فيهم جلسات فنية مع الحباب والذكريات الرومانسية اللي كانوا يقيسوا قاعد زيريين. محلى الطابع الشعبي ومحلى قعداته ولماته، الله يحفظ الشيخ الحيين ويرحم دوك اللي ماتوا.